من صحيفة الاتحاد نرحب بكم في برنامج الخلاصة، ونستعرض معكم أبرز أحداثنا لهذا اليوم. رئيس الدولة يشهد حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبو ظبي للاستدامة، ويكرم الفائزين 10 بجائزة زايد للاستدامة 2023. رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يؤكد خلال افتتاح الأسبوع سعي بلاده إلى مزيد من التعاون مع الإمارات لتحقيق أهداف الحياد المناخي. رئيس جمهورية أذربيجان يقول خلال حفل الافتتاح: نتعاون بشكل وثيق مع الإمارات لزيادة حصة الطاقة النظيفة في أذربيجان. سلطان الجابر يؤكد حرص الإمارات على انتقال مؤتمر الأطراف COP28 من وضع الأهداف إلى تنفيذها. دائرة التعليم والمعرفة أبو ظبي تستقبل طلبات التسجيل في برنامج بعثات أبو ظبي حتى 31 من مارس المقبل. دائرة الصحة بأبو ظبي تتعاون مع حياة بيوتك لدعم جهود التطوير والبحوث السريرية وتعزيز مكانة أبو ظبي كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية. 246 مليار درهم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي في الدولة بنهاية أكتوبر. إلى هنا ينتهي لقاؤنا اليوم، نعود ونلقاكم غدا في خلاصة جديدة.